عايزين ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نكمل باقي فقرات برنامجنا. حلم الطيران وان انا اكون طيار او مضيف او 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 بيشد ناس كتيره جدا، بس المجال ده ليه العالم الخاص بيه، الخصوصيه بتاعته اللي مش كتير يعرفوا. احنا معظم الناس تعرف بس الطيران، يعني الواحد نسافر ونروح ونرجع، طب كابتن طياره بي 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 بيسوق طياره وخلاص. يعني احنا النهارده هنتكلم على حاجه مختلفه، الضيافه الجويه. الضيافه الجويه احنا معظم الناس عارفه ان يعني كل اللي يخص الموضوع ده ان المضيف او مضيفه بيقدم وجبات للمسافرين، لكن ده مش صحيح لان الموضوع اوسع من كده بكتير جدا. لو حابين نعرف القصة أولها فين وآخرها فين، ده هيكون من خلال ضيفنا وضيفكم الدكتور أحمد وجيه مدير أكاديمية إنجليش هوم للضيافة الجوية. أهلا بحضرتك، شرفتنا. معانا كمان الطالب إسلام الملاح. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. الأستاذة رحمة أبو ضيف، شرفتونا. إزيك يا دكتور؟ مبدئيا كده يعني سبب اختيارك لتخصص الطيران والضيافه وانك انت تخصص الاكاديميه في الموضوع ده؟ هو في البدايه اصلا احنا كنا يعني بالنسبه لي انا كنت شغال في مجال التدريس في تخصص الانجليش، وكان في فتره من فترات اللي احنا اشتغلنا فيها بالنسبه لي انا كان المفروض ان انا اتخصص في مجال معين. فبدات اعمل ابحاث واعمل بالنسبه للماجستير عندي قبل ما اجهزها. كان في جزء منها كان المفروض ان احنا بنعمل تخصص لينا احنا. فالتخصص بتاعي بدا في اكاديميه للضيافه الجويه، كنت بروح اقدم فيها كورسات انجليش وبقدم فيها التدريب بتاعي بكذا مرحله يعني. فمن هنا بدا الموضوع التعلق بقى بالضيافه الجويه وهكذا. وبعد كده بدات اعمل ابحاث واعمل دراسه جدوى لمده سنتين او سنتين ونص تقريبا. بعمل دراسه جدوى فقط علشان خاطر اعرف ايه هي الابعاد كلها الخاصه بالاكاديميه نفسها. لان مش مجرد انها اسم بس وخلاص. لا، ده الاكاديميه نفسها محتاجه حاجات كتيره جدا، زي مثلا حاجات اداريه، تراخيص، تصاريح، حاجات زي الدعايه. ازاي افيد الطلاب ان هو الطالب يجي عندي زيرو خالص كل حاجه، وبعد ما يخلص عندي التدريب بالكامل اقدر ارشح له شركات الطيران اللي يقدر يقدم فيها بحيث انه يكون عنده الفيحيه كامله. تمام. فبدا بقى من عندنا هنا بالنسبه للاداره عندنا دراسه الجدوى بشكل كامل جدا، يعني بشكل كبير خالص. متكامل يعني. متكامل من كل الجوانب بحيث ان احنا نقدر نستوعب او نقدر نكلم الطالب او نقدر ناخده من الصفر خالص، نقدر نوصله للي هو المفروض يكون عليه. من حيث بقى كل الشروط اللي هي موجوده في شركات الطيران. شركات الطيران بيبقى لها شروط معينه، ليها بوليسي معينه، ليها حاجات معينه محدده. احنا بنقدر بقى نشتغل عليها علشان خاطر نقدر نوفرها في الطالب اللي جاي عندنا صفر، علشان نقدر نوصله للي هو المفروض يخش يجتاز الانترفيو بتاع شركه الطيران نفسها. تمام. بس دي بالنسبه للفكره كامله. طيب خلينا نقول او نسال ازاي الاكاديميه بتكون قادره ان هي تاهل الطالب او الطالبه ان هي يقتحموا او يدخلوا الكارير بتاع الضيافه الجويه. بالنسبه لي تمام كده، يعني هي القصه كلها احنا بنتكلم في كلمتين، ان هم ازاي الطالب او الطالبه يقدروا يكونوا على دراية كاملة ان هم يكونوا قادرين يدخلوا مجال الضيافة الجوية من غير خوف ولا رهبة ولا اي حاجة. احنا عارفين ان احنا في حالات كتيرة جدا الناس بتبقى عندها فوبيا من الطيران، فما بالك حد بتكون معظم حياته موجودة في الجو. انت حضرتك بتقدر تتعامل سيكولوجيا مع القصة دي؟ حلو جدا. احنا بالنسبة لعندنا احنا في الدوره التدريبيه كلها بشكل كامل، احنا قبل ما بنعمل دوره تدريبيه او بنعمل مثلا تدريب او كورس او ايا كان بنشوف المتطلبات سوق العمل نفسه.
احنا مثلا بنشوف البوليسي والحاجات المتطلبات شركه الطيران اللي عاوزاها وبنبدا احنا نشتغل عليه. يعني مثلا في شركات طيران بتختلف بنود معينه ونبدا نشتغل على الحاجات المشتركه بينهم كلها. يعني من حيث ان الحاجه النفسيه التاهيل النفسي بنشتغل عليه، التاهيل البدني طبعا، من شروط اصلا الضيافه الجويه الطول والوزن يكون متناسق، الصحه تكون بشكل كامل كويسه، فبنبدا نشتغل على الموضوع ده بشكل كامل. اللغات ليها عامل اساسي جدا، يعني ما فيهاش اي نقاش، بنبدا نديهم الانجليش اصلا من الصفر خالص، نبدا نشتغل معاهم على حاجه اسمها الفور سكيلز، بنشتغل على البرونسيشن طرق النطق، الحاجات دي كلها بنبدا نديهم الانجليش بشكل كامل. زي ما احنا شايفين يا دكتور في صور معروضه لمجال الاكاديميه عندكم والشرح بالظبط. الصوره دي احنا بالنسبه لنا احنا كنا في معسكر تدريبي، المعسكر ده بيكون في شرم الشيخ علشان خاطر نقدر نوفر للطالب التاهيل النفسي والتاهيل التاهيل كل بشكل كامل كويس، بحيث ان هو يكون قادر ان هو يقدر يجتاز الانترفيو، حتى كمان الانترفيو بكل المراحل بتاعته الخاصه بشركات الطيران بنقدر نوفر لها للطلاب، من حيث الانجليش تيست بتاعهم والاي كيو تيست والسياسه كلها الخاصه بان انت ازاي تقدر تجتاز الانترفيو بتاع شركه الطيران. وبنقدر بقى بعد كده نقدر نعمل البوليسي بتاعتنا والماتيريال بتاعتنا. يعني احنا مثلا في فتره من الفترات بنعمل ايميلات لاكاديميات زينا بره مصر وبنحاول نعمل معاها بروتوكول تعاون، بنشوف هم بيشتغلوا ازاي، ايه الحاجات اللي هو نقط القوه عندهم ونقط الضعف، ايه الحاجات الكويسه، ايه الحاجات اللي ما تنفعش، وهكذا. وبنبدا بقى نكمل بيه الشغل بتاعنا، وهكذا بنبدا بقى نشتغل على المنظومه دي كلها من حيث التاهيل النفسي، التاهيل البدني، التاهيل اللغوي، الثقافه، بيشتغلوا على حاجه اسمها الكوميونيكيشن سكيلز، المهارات كلها كويس جدا، الانجليش نفسه، كل حاجه خاصه بان انت ازاي تقدر تجتاز الانترفيو حلو بتاع جدا. شركه الطيران حلو جدا. نروح لاسلام، عايز اعرف منك يعني اتجهت للموضوع ده ازاي، ونصيحه للناس اللي عايزه تدخل تكرر التجربه بتاعتك. تمام. حضرتك انا كنت خريج تجاره، فبعد ما اتخرجت فلقيت اللي انا عشان اشتغل بالمجال اللي انا متخرج بيه اللي انا هتعب قوي واخد وقت كبير قوي، وانا كان المجال ده كنت حابه جدا كويس. يعني كان حلم بالنسبه لي اللي انا ابقى مضيف طيران، ده كانت حاجه كبيره قوي عندي. فعملت سيرش وشفت ايه اكتر وسيله واسرع وسيله توصلني للمجال ده، فلقيت ان اكاديميه انجلش هوم الصراحه يعني كانت اكتر حاجه مناسبه جدا. رحت وشفت التفاصيل كلها وفهمت كل حاجه وقدمت وبدات في الاكاديميه، ولقيت اللي انا مكان يعني انا مكان منتمي ليه. الاكاديميه قادره ان هي تحقق لك طموحك. جدا. والدكتور احمد برضو يعني اخ كبير لينا، وطريقه شرح الانجليش يعني انا خدت قربت اللي انا اخد كورسات انجليش بره، لا بس المكان مختلف، حسيت بحاجه مختلفه، واللي احنا نتعامل كاسره واحده، والمكان يعني احنا منتمين ليه بجد. حلو جدا. رحمه تجربتك بقى. تجربتي هي كانت يعني انا ثالثه ثانوي، فالموضوع كان معايا صعب شويه ان انا اقدم في حاجه كده، بس لما دخلتها لان انا كان نفسي فيها جدا، لقيت ان هي بتفيدني في حياتي عموما شخصيا بقى وعامه مع الدراسة وكده، فهي يعني ساعدتني كتير جدا. كويس. كنت انت واخدة من البداية قصة انك انت تدخلي الكارير ده ولا جي بعد؟ كنت حباه جدا. كنت حباه وكان نفسي اني ادخل فيه جدا. بتنصحي البنات او الجنس هو مجال حلو جدا، المجال ده مجال حلو جدا وبيفيد عموما في الحياة العامة كمان. طيب دكتور، موضوع كورونا اثر على مجالك او التخصص او الكارير بتاعك في الفترة اللي فاتت؟ هو بشكل كبير اثر على الشغل نفسه كاكاديمي، توقف كمان حركه الطيران ككل يعني. كل بشكل كامل جدا. بس بالنسبه لشخصي انا كحد حابب المجال، انا ما حسيتش ان هو مأثر عليا، لان انا بدات خدت دي فتره زي فتره نقاهه كده، عملت حاجه اسمها زي ريفرشمنت كده للماتيريال بتاعتي كلها، وبدات اشتغل عليها تاني واعمل عليها سيرش تاني واعدل فيها. فانا حسيت ان فتره كورونا دي يعني حاجه سلبيه، بس حبيت او حسيت انها حاجه ايجابيه في حاجه تانيه. انا بستغل عشان تبدا بقى تطور او تعمل ريفريش للموضوع ككل. بالظبط. انا حسيت يعني بدل ما اقف وافضل ثابت مكاني والكلام ده كله، لا بدات اشوف الماتيريال بتاعتي فين والويكنس بوينت بتاعتي واقفه لحد فين، وبدات اشتغل عليها. فدي كانت بصراحه يعني حسيت ان انا كنت محتاج الفتره دي.
حلو جدا. فهي كانت موقفه طبعا الشغل كله بشكل كامل، بس كشخصي انا لا ما حسيتش انها وقفتني انا كشخصي يعني. حلو. من خبرتك كدكتور، ازاي المضيف او المضيفه لو ايه ممكن تكون اصعب المواقف اللي ممكن تقابلهم في مجالهم ده، وازاي يقدروا يتغلبوا عليه؟ يعني متهيألي الموضوع محتاج سرعه بديهه وتصرف سريع يعني. هو ده بقى اللي احنا بنتدرب عليه في الاول يعني. احنا هنا يعني احنا بالنسبه للطلاب بتوعنا بندربهم ان هم ازاي يقدروا يتعاملوا مع المواقف الصعبه. ازاي مثلا في يعني دايما بيبقى في طبقات في الناس وفي تعامل مختلف بين الناس كلها عموما. فتلاقي مثلا واحد عصبي، واحد تعبان، واحد مريض، فازاي انت تقدر تتعامل معاه. فهم برضو بياخدوا تدريب يعني بياخدوا مثلا حاجه زي الاسعافات الاوليه بياخدوها عشان خاطر يقدروا يتعاملوا معاها. لو حاجه مثلا خاصه بالسيلف ديفنس بيتعلموا برضو الحاجات دي. السباحه نفس الكلام، الامرجنسي بكل انواعها، الطوارئ بيتعلموا كل حاجه بكل جوانبها. فبالنسبه ليهم هم كطلاب بياخدوا طبعا الحاجات دي قبل ما هم يتدربوا عليها، او حتى بياخدوها بشكل عملي كمان. لكن انا من رايي الشخصي ان اصعب حاجه ممكن يقابلها المضيف ان هو ما يكونش حابب المجال طبعا. وداخله غصب عنه. اي حاجه انت داخلها مش حاببها اعرف ان انت مش هتنجح فيه. فنصيحتي لكل الناس، حب المجال اللي انت شغال فيه علشان تقدر تطور فيه. حلو جدا. بس ده بشكل كامل. حلو جدا. احنا النهارده خدنا نبذه عن المجال كبدايه، وان شاء الله باذن الله في الفترات اللي جايه دي هنبدا كسلسله عشان نعرف الناس، لان في ناس كتيره جدا حابه وشغوفه بالمجال ده بس محتاجه المعرفه. ان شاء الله على وعد ان حضرتك هتكون متواجد معانا في الفترات اللي جايه ان شاء الله عشان نبدا سلسله من الشرح كيف تكون مضيفا. شرفتونا. الله يخليك. طيب هنطلع لفاصل ونرجع عشان نكمل باقي فقراتنا. استنونا.